شنو جالس تطلع؟ بس البقاء للأقوى. صل على النبي. ها يا عيال صلوا على النبي يا رجال. الوردة عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. ثوبك وسخ داري. والله خله. تعال يا عايض، تعال كرسي الاعتراف، تعال تعال اعترف. طبعا يا جماعة الخير وليس لي وليس علي اليوم، الحين احنا عندنا كرسي اعتراف، من جاه بيدخل في الدوامة. الدوامة عايض الحارثي. هذا حد شو اسمك الحقيقي؟ عايض الحارثي. احلف. طيب عايض الحارثي. هذا حد شو اسم امك؟ لطيفه سعيد الحارثي. نعم عليكم. نعم زوج. نعم عليكم. طيب زوج. شو اسمها؟ لطيفه سعيد. سعيد دقيقه صل على النبي يا اخوي. اصبر يا تفضل تفضل. يقول جازم الطيبه صدق الربع عناق سربونه. عموني بعطني صدى. عموني بقهره. عموني بعطني صدى. عموني شغل معك. شغل معك عموني بعطني صدى. شغلنا انا بشغل. تكفى عموني. تكفى اعطنا صدى يا عموني. عموني تكفى عموني. الو عموني. يقول جازم الطيب فعلك دون ان ولم وسايق النحو كل ينحب قافها جزلة اوتيت لي من جوامع كلم لا سمعها رفيع الساس ما عافها دامها في علم دار الرفيفة ظلم من يهاب الرياح الهوج وعصافها من تعز والطاري اليام من ولم ترتوي السبع راضي من بسلافها يوم سيف السعودي بعزته منثل مهد صم الجبال وفتت احقافها يا علم ارتفع عزه التحف ذهم غيمك وارتفع يا علم دونك اخوان نوره كفنها الحافها. اسمك عيد 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 اخر بيت عيد صح عيد خلي عيد اخر بيت عيد اخر بيت. يقول جازم بطيب فعلك دون ان ولا مشايق النحو كل ينحب قافها جزلة اوتيت لي من جوامع كلم لا سمعها رفيع الساس ما عافها دامها في علم دار الرفيفة ظلم من يهاب الرياح الهوج وعصافها مملكة عز والطاري اليامن ولم ترتوي السبع راضي من بسلافها يوم سيف السعودي بعزته منثل مهج صم الجبال وفتت احقافها التحف دهم غيمك وارتفع يا علم دونك اخوان نوره كفنها الحافه. يا كويت يا كويت يا دار السلاطيني اخوان مريم مزبنت الجلاويه بحبوحة العيش من بين البلاديني من يوم بقعه فتاه ونارها حيه حيه من قبل لا تركب ظهور البعارين. كويت تملك سفن وخطوط بريه ما ادري ايش يقول الله يرحم زايديه والمعزين وعيال عبد العزيز بن استرية. سعد بن جدراندي الله يبيض وجهك. لكن نرد عليك بشيء اللي نقدر. يلا شباب يلا تعال معنا عندنا كرسي اعتراف يا عيال. تعال خلنا نرجع اعترف. اعترف بسرعه اخوي يا عيال. هذا سؤال جدا خطير اخوي عايض. اخر مره كذبت على شيبانك متى؟ الصدق اعترف. لا حول ولا قوة. يا اخي ايش في اخر مرة كذبت عليه؟ توقيف انا يا اخي تكلم. كذبت عليه يوم الخميس وش قلت؟ وانا مسافر رايح لي الديرة الجنوبية. ايه كنت ميدوم انا مع الرين وانا في وسط الرياض. حلو وكذبت عليه. اني صححت المعلومة وقلت تراني بطلع ذا الحين من الرياض. قالوا اجل بالسلامة. حسيت انك متضايق. طيب حسيت اني متضايق. قل لي لو انا حسيت اني متضايق كان ما عدت المعلومة. والله العظيم شكرا صدق. والله العظيم يا يمه لطيفة اهنيش على الولد ده. الله يرحمه. والله العظيم يا اخي. طيب دقيقة دقيقة. والله العظيم عندي سؤال. عندي بقول لك تعال هنا اعطي سؤال بدون ما اشوف وجهي. طيب عشان ما توتر. انا عصبت خلاص. تعال تعال يا اخي رجال مسوي فقره يا اخي تخرب عليه. تعال كمل. سعود بيكملها. لا لا والله انت كملها. تعال في ذمتي كملها. والله انت كملها. تعال والله انت كملها. خلاص ما ابي فقره. الرجال يكملها عبد العزيز. طيب عبد العزيز الساعه 10
لا عبد العزيز والله اني اسميك عبد العزيز انا عاجبني اسم عبد العزيز يا ابي اسميك ابويا ابي حبيبتين عشان يسميني عبد الرحمن انا بسميك تغير خلاص تفهم الساعه 10:30 دقيقه فهم ايوه وين كنت انا ومحمد جابر اي وين كنتوا كنا جالسين في الحوش برا وجانا الشيخ مسفر والشيخ علي غير صحيح غير صحيح الساعه 10:30 اي الساعه 10:30 انا كمان الشيخ مسفر غير صحيح ايه اعترف اسمع اخوي لا يخربون فقرتك اذا انت صامل اذا انت صامل لا يخربون فقرتك ولد جس طيب ولد ايه الساعه 10 كان هنا في اجتماع الساعه 10 كان هنا في اجتماع انا ما جدي من جاء الاستاذ بعد معيان انا برا لا غير صحيح الا جاء الاستاذ بعد معيان هنا اعترف وكان واقف هناك بيع وطلعنا مني احنا هل أنت من الهاربين؟ الهاربين وين؟ أنت أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم صح؟ طيب انتهينا منك روح نجيب أخونا علي عساف علي عساف؟ علي عساف تعال فقرة التحقيق ما يقدر لأنك ما بتطلع منه بكلمة واحدة هو يعرف كيف يسون أسرار يعرف كيف حتى لو إنه هو تم ما علي عساف تعال نادى مسفر مسفر لا أبي أشخاص أنا أعرف أنا أبو كوبا أبو عشك تعال ولد شباب لا حد يخرب الفقرة فقط تحقيق تعال يا قمر لا تعاند والبحر بك دار خلينا الموت لأجلك نامتعيناها أنا تاوي شباب ولكن الراس شار خلينا الموت لأجلك نامتعيناها أنا تعبان لكن اليوم لن أسمع بهذا الخمول أن يستمر في أنحاء هذه القرية لن أسمع به لن أسمع أبو عيشك أبو جابر تعالوا يا رجل تعالوا شيكم أبو عيشك تعال يا أخ برد تعال مرحبا يا أخ معكار تعالوا خلنا قاعد ناخذ علومكم نسولف مع الرجال العيال وناخذ علوم بعض آخر مرة قاعد خلف أصل إنه نبي هناك خلف أصل إنت هذا سير الغرام عطنا قرة موية سير الشوك عطنا رجاء لا تقول قرة قول عطني ثانية عطني ثانية من اليوم رايح الماي حولناها إلى ثانية يلا عطنا ثانية تعالوا عيال عطنا ثانية يا صبي تعالوا يا عيال جلسة نبي جلسة قول ضبطنا ضبطنا ضبطكم يلا من اللي قايم العيال خلينا بجيب قرة موية وين بجيب قرورة بس يا ولد عشتك خليك 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 تقل فرح بشر امورك طيبة يلا يلا تعال تعال يا عيال يا عيال من اليوم فيكم خمول خلنا نوحد الصوت علي ايوه تعال علي تعال والله هبك تم هبك تم هبك انا بيجي بالصحن يا يا اخي يا اخوي سلام اسلم تكفي مويه مسلم انا بضبطكم شيء خلاص كذا ها لا نبي صحن يا لا اعطني الصدى عنديني وانا من الصبح انا اقول اعطني صدى طيب يلا يلا قول انا بضبطكم قول له الله الحين سلمان ملحي عنده فقره مو فقره مو فقره لعبه انا نكبرها اي من غير الجو بس طب وش فهمني بس كلنا نتحمل انا 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 عندي حقت المويه حقت المويه لا 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 حقت المويه حلو كل واحد منا يسال الثاني سؤال سؤاله يعني محرج سؤال شخصي جاوب جاوب ما في لا تقولي وتعلمنا وش سالفه الشيء هذا حلو بس المويه نقص مويتها كذا الحين اللي جاء عليه هذه يسال يسأل يختار واحد يسأل يختار واحد يسأل بسم الله أسأل. أنا أسأل سلمان أنا شوف إذا تختار أي واحد تبي كيف اختار أي واحد أبي سلمان طيب اختار أنا أسأل سلمان سلمان ملهي اسمع كيف جاتك الإصابة كيف جاتني الإصابة كنت ألعب هنا في الهنجر وطحت وجاتني إصابة كيف طحت ما اللي دفك احنا قلنا سؤال تجاوب الأسباب من اللي انا طحت زلكت من نفسي وطحت لا خطا انا اعرف الاجابه وش الاجابه خطا وش الاجابه قلها غير سؤال صح لا 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 مو بغير سلمان لا لا ما تغير سلمان ملاهي انك بتجاوب صح
ولا لا تسوي لعبه كذا على الفاضي. لا لا انا مسوي لعبه وانا جاوبتك صح والله. لا ما جاوبتني انا موجود. طيب عطنا الجواب. طيب تبي يلا يا رجال بس بس اسمع مني يا اللي مجنن والله العظيم حياتي راحت وانا استقبل وودع ودع استقبل استقبل وودع توديع والله لمتى عاكل ما بين اشتقبل